متتبعي قناة ألفا سباريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. كما تلاحظوا يعني خاصة متتبعين الرياضة أن تقريبا جميع ملاعب كرة القدم في العالم لا تستقبل الجمهور كلي بشكل طبيعي، كلي باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة. الدليل هو ما شفنا أولا في كأس العرب وأيضا اللي تنشوفوه أسبوعيا في بطولات أوروبا. علاش المغرب ما قدرش لحد الساعة أنه يفتح الملاعب ديالو في وجه جماهير الكرة؟ واش هذا القرار يعني القرار انت ياخذ واحد ردود فعل مختلفه ما بين اللي تيقول ان حال وخص اللي سماح الجمهور للدخول الملاعب من اجل اولا عوده الروح لهذه المدرجات وايضا من اجل انتعاشه الخزينه تاع الفرق المغربيه، وراي اخ ثاني تيقول لا خاص ناخذ احتياط وناخذ لان الصحه فوق جميع الاعتبارات. من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف السي خليل البخاري الكاتب العام لجمعيه احمر واخضر. السي خليل مرحبا بك. شكرا لك وكنحيي انفاس بريس لان تواكب الحدث دائما مع مواكبه الحدث. سي خليل البخاري ثم دايرين جمعيه احمر واخضر يعني الرجاء والوداد، شنو رايكم في قضيه يعني لحد الساعه منع الجماهير من الولوج الى المركبات الرياضيه مركبات كره القدم؟ بطبيعه الحال الجميع كان مع اتخاذ القرار ديال عدم سماح الجماهير دخول الملاعب الرياضيه في الوقت اللي تفاقمت الاعداد ديال المصابين بكوفيد 19، وكنا كنعيشوا على الامل باش يرجعوا ترجع الجماهير وتثبت الروح بطبيعه الحال وينتعش عاوتاني تنتعش المدرجات ويحفزوا اللاعبين، ولكن مع الاسف كنتفاجئوا بمتحور دلتا واللي غايجي بعده اوميكرون، وفي اعتقادي انه تجنبا لتزايد اعداد ديال المصابين وحفاظا على الصحه ديال الجماهير او المواطنين بصفه عامه. باقي ما كاينش هناك جراه او ربما اراده سياسيه او غيرها من اجل السماح على الاقل حنا كنقترحوا على الاقل يكون واحد دخول جزئي بارسيال واعداد معينه في انتظار يوقع انفراج كامل. دابا حنا مع المتحور الحاله هي غاده في تزايد، ولكن الحاله التزايد ما نكونوش حنا بحال اكثر من الدول الاوروبيه اللي حالات تتزايد كثيرا والملاعب راهي مفتوحه. شفنا مؤخرا كاس العرب وكنشوفوا دائما عبر الشاشه البي ان سبور كنلقاو واحد المجموعه الملاعبيه خاصه بالجماهير وشي شيء ما كاين لكم ما لا والو، وربما انا كنعتقد ربما هذوك مطبقين عندهم جوازات ديال التلقيح باش كيدخلوا الملاعب، ولكن داخل الملاعب ما كاينش شروط احترازيه ما كاينش تباعد نهائيا. انا كنرجع ديما الاراده السياسيه والجراه. الجامعه كانت واحد الوقت داروا واحد بلاغ ماشي بلاغ ربما سمعنا بانه راه غادي تفتح الملاعب، كانت بعض الاشارات تدل انه كان هبط، ولكن ملي تفاجئنا عاوتاني بمتحور خرج عاوتاني من جديد يعني اوميكرون اجل فتح الملاعب فتح الملاعب. ودابا كاين تخوف، دابا عندنا ديزانترفونون داخل في هذا القضيه، كاين وزاره الصحه، كاين الداخليه، اللجنه العلميه، كاين حوايج اخرى، اذا المتدخلين كثر تحت ما باقي باغي ياخذ اللي نورمال القضيه راه ماشي في وزاره الصحه، الجميع معني بالحفاظ على الصحه تحت ما باغي ياخذ الجراه ولا فولونتي ولا الانيسياتيف باش خوفا. احنا كنقترحوا على الاقل يكون كما قلت قبيله انه يكون تدخل الجماهير بطريقه جزئيه، نشوفوا الحد الاول نشوفوا الحد الثاني. دابا راه كيتلعبوا جوج ماتشات في الاسبوع وبانت لينا شي حاجه نحبسوا عاوتاني حيت كنلقاو ازدحامات في مرافق اخرى. هذا هو الغريب في الامر، سير الاسواق الاسبوعيه راه ما كاين لكم ما لا تباعد لا وريد، فينا هو هذا الجواز غيديروا جواز تلقيح حتى في السوق الاسبوعي الترام عامر كتشوف الترام اللي كيدي من عند ديالك كذا كذا. اذا هذا هو اللي كيخلينا كنطرحوا التساؤل، علاش بالضبط الملاعب الرياضيه نحرموا الجماهير في حفل الوقت اللي كنلقاو ازدحام وتكدس والكثافه ديال الناس فواحد الفضاء اللي هو صغير ما فيهش حتى التهوي. انتم الجمعيه ديالكم تتمثلوا يعني فريق الوداد وفريق الرجاء، ما تشوفش بان الفريقين هما اللي عانوا كثيرا من غياب الجماهير ديالهم على اعتبار ان كان كل اسبوع كما قلتي تتعرف واحد العدد كبير من الجماهير؟ بطبيعه الحال احنا كنعاود نذكرك انا روجي بير احنا عطينا هذا الاسم، احنا كنجمعوا محبين، الرئيس راه ودادي والنائب ديالو رجاوي، انا الكاتب عام ودادي والنائب ديالي رجاوي، احنا الهدف ديالنا ماشي ديك العصبيه وكذا كذا، هو نبددوا الخلافات ونشروا ثقافه ديال الروح الرياضيه وبناء الرياضه راه سلوك قبل ما تكون ممارسه وكذا وكذا. نرجع للسؤال ديالك اللي هو يعني ما تشوفش بان المتضرر وفي حق المتضرر جميع الفرق الرياضيه خاصه
الناس اللي عندهم تكاليف كثيره مازال ولاد الرجاء عندهم الاشهار وعندهم واحد المجموعه ديال عندهم مداخل شويه نسبيين ولكن راه كيبقى التاثير واضح حيت ملي كدير مباراه مثلا نهار الحد سواء رجاء سواء الوداد راه كتخلص عندك المصاريف ديال مثلا كانت مباراه بالليل المصاريف ديال سميتو لان التيرانات ماشي ديال الفروق التيرانات ديال المدينه اذا كتخلص الحكام بالباريم ديالهم الى سيفطوا لك شي واحد من بركان ماشي واحد اللي سيفطوا لك من الرباط عاد زيد راه التكاليف ديال 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 ديال, 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 ديال اسمه الامن واخا انه باعداد قليله اذا معنى ان كورونا راه ماشي التاثير ديالها غير على الرجاء وانما تاثير على جميع الفرق اللي كتمارس سواء كانت في الهوات او سواء كانت في القسم الوطني الاول او القسم الوطني الثاني واخا نمشيو واحد لان اغلبيه الفرق ديالنا كتعتمد على المداخيل ديال الجماهير باستثناء ثلاثه ولا اربعه الى حيتي الجيش مثلا المداخيل ديالها راه معروفه الفتح اللي فريق محترف 100% الرجاء والوداد عندهم مداخيل ديال الاشهار عندهم مداخيل اخرى من جهات اخرى بينما باقي الفرق تعول بالدرجه الاولى على المداخيل ديال الماتشات اللي كيكونوا في نهايه الاسبوع. نمشيو لمحور اخر هو دابا الان القاره الافريقيه تستعد واحد العرس الكروي والكان نركزوا على المنتخب المغربي بالنسبه لك الان البعض يقول لك لا راه الطياره تاع المنتخب دي ماريا قبل ما تمشي البعض يقول لك لا راه كاين حظوظ كبيره على المستوى الوطني المنتخب المغربي لان منتخب قوي وكذا الا شفنا التركيبه تاع العناصر الوطنيه انت فين تتميل؟ واش الطيارة تبقى مديماريا ولا غادي نبقاو تما كاين شوية؟ بكل صدق الفريق الوطني الحالي في حلة جديدة. الطيارة راه في 2004 راه ما دارش ديبا مع السي بدو زكي راه بقينا فيناليست مع تونس. كان علاش؟ حتى واحد ما كان معول. لا عمرنا ما نكونوا متشائمين لأن إلا لاحظنا الفريق الوطني في الحلة ديالو في التركيبة ديالو دابا تبارك الله هاد اكثر من 20 لاعب اللي كاينه شي كيلعب في المانيا شي كيلعب في الانجليز شي كيلعب في الطليان وبصراحه الفريق متكامل خص غير شويه ديال التمرس اما ان شاء الله غادي نمشوا انت غادي تلاحظ السي بوستا ان الفريق انا متفائل بهذا الفريق لانه كيضم لاعبين اللي متمرسين واللي قالوا الكلمه ديالهم في واحد العديد حنا كنتبعوا دابا البطولات وكنلاحظوا كاين لعبه اللي كيلعبوا الماتش كامل كاين لعبه اللي كيلعبوا بروميتا وزائد دوزيام ميتا كاين لعبه اللي هما ولات صفقه بحال حكيمي بحال واحد مجموعه اللاعبين اللي ولات عندهم في البورصه ديال نعم تماما غير عندي تخوف انايا تخوف بصراحه تخوف ديال العامل المناخي عندي مناخي على كل شيء ماشي لا ولكن اللعابه اللي كيلعبوا في الدول الاسكندنافيه او كيلعبوا في اوروبا راه ماشي هما اللي غادي يجيبوا من افريقيا الكاميرون السي بوست الكاميرون الا شفتها في الخريطه راه لا زون كليماتيك شود راه في منطقه اللي هي استوائيه كاين الفرق داخل الكاميرون بمنطقه مرتفعه او منطقه اللي قريبه للمنطقه الواطئه او غيره ان المناخ عنده واحد الدور ديالو احنا دابا ملي كنخرجوا كيكون البرد راه كتلبس ملي كتمشي لافران شكل اخر ملي كتمشي للصحراء شكل اخر معنا ما يمكنش نستنيو المناخ غير هو اللعاب جايك من اوروبا في هاد لابيريود وغتلعبوا في منطقه استوائيه والمنطقه الاستوائيه معروفه بحراره طول السنه وامطار طول السنه وارتفاع نسبه الرطوبه راه ما يمكنش لعاب جبتيه من واحد لا زون كليماتيك وتحطو في لا زون كليماتيك صف الا جبتيه في وقت مبكر هاد الاسبوع هاد الاسبوع اللي مشى المغرب راه كان يمشي اكثر لانه اختصاص هذا هو البعض تيقول بان المغاربه مشاو مؤخرين للكاميرون كانوا يمشيو قبل معطلين لانه المناخ تاعو بالطبيعه هذا تكلموا فيه اختصاصيين في هذا الشيء ديال المناخ وفي هذا الشيء ديال هذا الشيء ديال علوم الرياضه كذا يقول لك بان على الاقل دو سومين ولا داتابسيون باش اللعاب يتاقلم مع الاجواء ديال المناطق اللي فيها الرطوبه او المناطق اللي فيها الارتفاعات او المناطق اللي فيها الحراره او المناطق اللي فيها الشتاء او كذا وكذا لان المناخ الاستوائي راه ماشي هو المناخ المتوسطي او المناخ القاري او المناخ المناخ عنده واحد الدور ديالو خاصه هاد الخاصيتين بجوج يعني بغيتي تقول انت لما حسبت الراي ديالك هو ان الخصم الاول للمنتخب المغربي هو المناخ كاين العائق ديال الحراره وعائق الرطوبه ويمكننا نتغلبوا عليه يا راه مشاو معاهم تبارك الله اختصاصيين راه واحد القضيه راه ما نتسناوش راه كنتسناو الفينال السي بوستا لعدة اعتبارات خصنا نكونوا في الفينال لانه اللوجيستيك والمداخل تبارك الله راه كل انا سمعت مؤخرا كيجوا في طائرات خاصه دوك اللي معطلين معنا جميع لا ولكن دابا كاين الفرق ما بين الدور تاع الجامعه تتوفر الامكانيات والتيران التيران راه ما عنده حتى علاقه بالامكانيات اللي دابا الجامعه تدير خدمتها ولكن اللعابه خصهم هما يديروا ما اتمنى لانه كانت اصداء
قبل بانه راه غيطرب فورطان لانه الناس ما مستعدينش بانه كاين العائق الثاني عاوتاني هو كوفيد لانه سمعت مؤخرا بانه كاين بعض اللعابه مع الجروب ديالنا راه تصابوا بسميتو بهذا الوباء ديال الكوفيد ربما يظهر شي تظهر شي مفاجات لانه كاميرون انا كنعتقد ما كاينش شي استعداد قوي وما عندهمش اللوجيستيك اللي خاص بهذه البنيه الصحيه هذا هو اللي كتخوفوا علينا والاغلبيه كيراهنوا على ان الفريق الوطني خصو يبقى يدير الاحتياطات اللازمه لان الله يحفظ الا تصاب لك اللعاب راه يمشيو لك 4 ولا 5 وخصهم يدخلوا الحجر الصحي ومشات لك اذا كاين العائق الاول عائق مناخي الحراره والرطوبه اللي خص الفريق يتاقلم عليه ضروري يتاقلم عليه لان الاجواء ديال اوروبا راه ماشي الاجواء ديال ياوندي او كذا او كذا العائق الثاني هو عائق صحي راه لان حنا كنا كنسمعوا بان الاوروبيين ما بغاتش هاد اللعابه ديالها تطلقهم يطلقهم هما خوفا من تراجع المستوى ديال الفريق ديالهم وخوفا من تفشي هذا الوباء في غياب ماشي غياب وانما المحدوديه الامكانات في المجال الصحي كذا وكذا وكذا اذا حنا خص الفريق يرد باله مزيان والطاقم الطاقم ليه هو كيسهر على هاد العمليه هذه خص يكون حاضر لانه راه صعيب باش تحدى واحد الوباء ما كنعرفش منين غادي يجي بالنسبه لك انت ابعد نقطه خصو يمشي لها المنتخب المغربي الحالي هي النهايه لانه كان كان كنبني على حوايج اولا فريق اللي هو قوي من حيث المكونات ديالو كيبقى هذاك الانسجام العناصر حنا غير كنتمنوا لان هذه البطوله راه فيها كدوز تلعب ماتش الاول لان عندنا بعد على الاقل دابا كاين اللي داير فافوري يا سي بوستا كاين اللي كيقول لك حنايا جزر القمر غادي فافوري الغابون فافوري غانا فافوري ولكن راه العود الحسابات ولكن الكره ما عندهاش العود اللي تحضروا عميك راه انهزمنا مع فروق اللي هي ماشي غير مصنفه ومرتبه في رتبه 100 والفوق خصي نعطيو القيمه لجزر القمر نعطيو القيمه للغانا ونعطيو قيمه للغابون حيت حتى هما هاد الغابون حتى هما عندهم محترفين في البطولات الاوروبيه سي البخاري شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في لقاء جديد ان شاء الله نتمنى ان شاء الله التوفيق